السلام عليكم أخوان. قبل ما نبلش بهذا الفيديو، رسالة تقدير وامتنان للقائمين والمتطوعين وأصحاب المواكب، وفي زيارة الحسين كما تعلمون يتطلب جهد جبار وخدمات وتوفير الأكل والشرب والسكن للقادمين من كل أنحاء العالم دون التفرقة، وشعارهم حب الحسين يجمعنا، ولا يريدون جزاء ولا شكورا منهم، ونقول لهم في ميزان حسناتكم وربي يعوضكم أضعاف أضعاف، وكفيتوا وفيتوا يا أهل المواكب والمتطوعين. ولكن في الآونة الأخيرة شاهدنا فيديوهات عدة أنه هناك حساسية بين زوار الإيرانيين والعراقيين، وانتشار مقاطع عدة مشاجرة بينهم. ما نعرف صحة هذه الفيديوهات، هل هي فعلا أثناء الزيارة وحدث الشجار؟ وبهذا الفيديو للأسف شخص يصور ويقول تم اعتداء على العراقيين من قبل زوار إيرانيين مستغلين الزيارة وكرم العراقيين كونهم يعتبرون الزوار ضيوف الحسين ولا يجوز المساس بهم، وحتى وإن تجاوزوا أو أساءوا إلينا حبا وتقديرا للحسين عليه السلام. وسؤال يطرح نفسه غير الغريب يكون أديب، وكيف إذا يكون حرم الحسين؟ أخوان ما طول عليكم، التعليق لكم، اكتبوا أراءكم بالتعليقات. هل هناك فعلا استغلال طيبة العراقيين وسكوتهم حبا وتقديرا للحسين من قبل الإيرانيين، وأصبحوا يسيئوا إلينا؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، واشوفكم بفيديو جديد. حاليا قتلنا 2 عراقيين، وهذا عراقيين دشاهم سكين، شكل لك والله على بوم كبسل. قتلنا وجت الاسعاف ايراني، قتلنا 2 عراقيين دشاهم بالسكين. وهاي حكومتنا العراقيه كل شيء ما تسوي. هاي شوفونه ايراني قتل 2 عراقيين سكين، والله قتل واحد سكين مو قتل 2. هاي حكومتنا العراقيه، هاي شوفونها، هاي اجت الاسعاف راح تاخذ والله. طبعا انا كل شيء شفته بحياتي، هاي الزباله عادي، هاي الزبالة عادي لحد الآن عادي، بس مال زاير يبول بالبطل ويدخن هالقد جقاير ما شايف. تحكي وياهم ويقول لك زوار الحسين خطية، زايرات خطية، يا خطية الأحمر ربك ليش بيتك تبول؟ نعلى على قبر موتاك، نعلى على روح موتاك. وين شايفيت سيارته؟ ابن الجرد طماطة وتيته بصل باذنجان وبول ايضا وتدخين بالباص. شكرا.